والآن نقل على الجلسة على الهواء مباشرة بعنوان آليات بناء المجتمعات والدول ما بعد الحروب والنزاعات، فإلى هناك. خارج طرابلس، داخل طرابلس، أن تخرج من المنشآت العامة والمؤسسات السيادية، وأن لا يحل تشكيل مسلح مكان تشكيل مسلح آخر. لذلك اليوم ستجدين لو قرأت الصحف أو الأخبار بعد ساعة أو ساعتين أن آمر مديرية طرابلس قد تغير، آمر الميناء قد تغير، آمر المطار قد تغير. نحن نحرر المؤسسات السيادية واحدة تلو الأخرى من هيمنة التشكيلات المسلحة التي سيطرت عليها خلال السنوات الماضية، ونقوم أيضا بعملية تفعيل جهاز الشرطة الذي بقي نائما وبقي، وهذه كانت من أخطاء التي حصلت في السنوات الماضية أنه لم يتم الاهتمام بجهاز الشرطة. نحن نعمل خليا من خلال تأسيس لجنة ترتيبات أمنية جديدة فقط من الضباط الأصليين وليس من التشكيلات المسلحة، وجهاز عمليات مشترك بقيادة ضابط لواء من القوى النظامية، ووزارة الداخلية حاليا تقوم بفرز وإعادة تأهيل وتدريب الشرطة الأصلية. نحن ننتقل تدريجيا إلى القوى النظامية في حفظ الأمن. هذا لن يحصل بين ليلة وضحاها، ولكن البعثة جادة في هذا الأمر وقد بدأت العمل بعد اشتباكات طرابلس الأخيرة عليه. إذا لدينا سبق. لدينا؟ لدينا سبق. حدثتني أنه ربما بعد ساعة أو ساعتين من الآن سنجد ما تحدثتنا عنه منذ لحظات. السيد ديمستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، في ضوء متابعتك للوضع السوري وخاصة في سياق تشكيل لجنة دستورية، أكدت سيادتك على أولوية المحور السياسي كحل أساسي للأزمة السورية، فهل فكرة الملكية الوطنية من أولويات الأمم المتحدة كأساس للحل السياسي؟ نتحدث عن الدستور والمصالحة السياسية تحديدا، وما السبيل للتعامل مع أزمة التهميش والتمييز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بادئ الأمر دعوني أن أغتنم هذه الفرصة حتى أحيي سيادة الرئيس، وباسم الأمم المتحدة أود أن أتقدم بأحر التعازي لما حدث، وكذلك أود أن أهنئكم وأهنئ كل الفريق بهذه الفكرة، فكرة منتدى الشباب. عندما أتيت كان هناك شابين، أحد هؤلاء الذين تم دعوتهم من 160 دولة، واسمحي لي سيدتي ألا أجيب بشكل مباشر على سؤالك المحدد، ولكن سأحاول أن أربط ما بين خبرتي بما هو موجود الآن إذا حتى أصل إلى إجابة سؤالك. لقد أردت أن أكون طبيبا وأردت أن أعالج المرضى، فوالدي أقنعني بأنني بما أستطيع أن أتحدث لغات عديدة، لماذا لا تكون طبيب في دول متعددة؟ كانت هذه هي بداية الإلهام، ولكن كنت أفكر وأحتفظ بعقلية الطبيب عندما أنظر إلى الصراعات والحروب، وكطبيب فأول شيء دائما نقوم به هي الوقاية. إذا لم نكن نستطع أن نقوم بالوقاية فنقوم بعلاج المريض، وهذا يعني الحرب. إذا استمرت الحرب فيجب في هذه الحالة أن نقوم بتخفيف الآلام وتقديم المساعدات الإنسانية، وإذا استطعنا طبعا أن يكون لدينا مرضى أحياء، إذا في سواء غدا أو بعد غد يجب أن يكون هناك علاج يقدم لهؤلاء المرضى، وهذا ما نحاول أن نقوم به بالضبط في سوريا. فما قمنا به وما لم نستطع أن نقوم به هو أن المريض أصبح مريضا ويعاني بشكل سريع، ونعرف أن هناك بيئة محلية وهناك نقاشات حول هذا النزاع، وتحول هذا إلى حرب بالوكالة ونزاع بالوكالة. حتى القوى العظمى في العالم أيضا شاركت في هذا.
وفي لحظة ما فكان لدينا أكثر من 11 دولة بشكل غير رسمي في هذا النزاع، ولكن هناك 5 دول حاليا لديها وجود عسكري ونشاط عسكري داخل سوريا بالإضافة إلى داعش. إذن كل هذا وجعل الوضع معقدا للغاية، وكالعادة إذا كان هناك عدم استقرار من الذي يتولى الأمور أو من يحاول أن يستفيد من هذا الوضع، وهو طبعا يكون الطائر الأسود والذي نطلق عليه الإرهاب. إذن كل هذه العوامل مجتمعة، وحتى نستطيع أن نتذكر أو نستفيد من درس تعلمته على مدى 47 عاما من المشاركة في 22 نزاع، فإنه من السهل جدا بدء الحرب ومن الصعب جدا إنهاء الحرب. حد يجي يعمل الميكروفون للضيف، حد يجي يعمل الميكروفون للضيف لو سمحت، المسؤول عن الموضوع حد يجي يعمل الميكروفون للضيف. Thank you. I was trying to do it myself. كنت أحاول أن أقوم بهذا الأمر بنفسي. شكرا. شكرا. I think it's touching me. It's touching, perhaps, is that. I hope so, yes. Thank you. I hope so, yeah. Thank you. So, when we get إذن عندما نصل إلى النهاية، ونحن لم نصل إليها بعد، نهاية النزاع، نزاع معقد مثل النزاع الموجود في سوريا، فإن من أفضل الطريقة، من أفضل الطرق هو أن نبدأ في إعادة البناء، على الأقل بناء الثقة، أو أن يكون هناك عملية وضع للدستور. إذن في هذه الأثناء نستطيع أن نعد للانتخابات، ومن خلال وضع الدستور نستطيع أن نجمع الجميع، نجمع كل من تم استبعادهم. كما سيدتي، هناك الكثير الذي الآن أصبح غير سعيد ويشعر بالإقصاء وأن أصواتهم لا تصل، وبالتالي يجب أن نتعلم من كل هذه الحالات. هناك درس محدد هو أن نستفيد، هو أن المستفيد الوحيد من هذا هو الإرهاب، والنتيجة أن وضع الدستور والعملية الدستورية يجب أن تضمن الكل، النساء والمجتمع المدني والشباب، كل الأطياف. هو هذه أفضل طريقة لأن نبدأ في إحلال السلام وكسب السلام. كسب الحروب بالطبع أسهل، ولكن إحلال السلام يتطلب الكثير من العمل. من خلال خبرتك سيد ستيفن دي بستورا في الملف السوري تحديدا، يعني كيف يتم ذلك؟ كيف يمكن يعني عقد مصالحة سياسية بين الفرقاء السوريين الآن في هذا التوقيت، مع مراعاة فكرة عدم التهميش أو التمييز بينهم؟ هذا بالضبط ما أحاول أن أتحدث عنه، السر والكلمات الرئيسية، وهي الإدماج والتضمين في سوريا على وجه الخصوص. فالأغلبية تشعر منذ وقت طويل أنهم لم يتم إدماجهم، لأن الأقلية هي المسؤولة منذ وقت طويل، وهي التي تتحمل المسؤولية منذ وقت طويل. وأعتقد أن هذا النزاع الرهيب الذي خلف الآلاف مليون مصاب ودمار كامل في كل الدولة، وكذلك الإرهاب الذي استفاد من هذا الوضع، من الممكن معالجة كل هذا من خلال إدماج الجميع، وأنا أعني هنا الجميع. وإلا من يشعر بالإقصاء فإنه سيبدأ مرة أخرى، وربما يبدأ تحت اسم آخر وبشكل آخر من أشكال الإرهاب. إذن فإن الدولة السورية عانت بالفعل الكثير، ولكن هذا الوقت حان الوقت الآن
لأن نبدأ في العمل. الوزير بيرفول وهو وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية وممثل عن الرئيس ميشيل عون، أرحب بك مرة أخرى. ومع تأكيد الدولة اللبنانية على أهمية الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية بها، ما هي الجهود المبذولة من الجانب اللبناني لهذا لدعم الحوار الوطني؟ حصل وفاق وطني على وصول العماد ميشيل عون إلى سدة رئاسة الجمهورية، وحصل وفاق على حكومة وحدة وطنية، وقد وضعنا أمام أعيننا أولوية الحوار الصادق والصريح والبناء، وتوصلنا إلى الاتفاق داخليا أن نعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين، وما يجري في المنطقة اتفقنا أن يبقى كل فريق على رأيه، وتابعنا الحوار داخليا، واستطعنا أن ننجز ما لم نستطع أن ننجزه في 20 سنة. لقد وضعنا أمامنا مبدأين لنستطيع أن نتقدم، هو الأمن الذي يحمي المواطن بحياته، والقضاء الذي يؤمن للمواطن حقوقه. استطعنا خلال سنة أن نقضي على الإرهاب في لبنان، وهذا كان إنجاز عظيم بعد عدة محاولات تداخلت فيها الأمور الداخلية مع الأمور الإقليمية والدولية. وقد رأينا أننا بهذا الإنجاز أصبح لدينا مدى عالميا بهذا الموضوع، وقد حصل أول مؤتمر لمساعدة لبنان في باريس تحت اسم أرز الأول، وحصل لبنان على مساعدات منها هبة ومنها قروض ميسرة بقيمة 13 مليار دولار ونصف. في آخر المؤتمر في الكلمة الختامية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نحن قدمنا هذه الأموال للبنان لنحمي أوروبا من الإرهاب، لأن يوم قضت القوات المسلحة والشعب اللبناني على الإرهاب في لبنان لم نعد نشهد أي عملية إرهابية في أوروبا. في الشق القضائي أنجزنا مناقلات نوعية بعيدا عن المحسوبيات، وقد أعطت نتائج إيجابية. نحن برأينا الحوار الوطني، لبنان مكون من 19 طائفة، الحوار الوطني هو قدرنا في لبنان. منذ تأسيس لبنان لغاية اليوم لدينا ميثاق استطعنا من خلاله أن نتوافق فيما بيننا في أكثر الأحيان. هذا الميثاق نصر عليه، ونصر على التلاقي الدائم فيما بيننا. وأنا هنا أود أن أقول للشباب العربي وللشباب العالمي، نحن في لبنان أم في المنطقة تعرضنا لحرب مبرمجة معدة سلفا لتشويه صورة الإسلام. فأطلقنا شعارا قلتها السنة الماضية في مؤتمر الأزهر، أود أن أجيزه الآن أمامكم. قلت: الإسلام كما أعرفه منذ أكثر من 1400 سنة
كمسيحي لبناني مشرقي عربي، الإسلام ليس دين قتل ودمار وتدمير. الإسلام دين عدل وشورى ورحمة وانفتاح وتسامح. أنا كمسيحي عربي أؤمن بالله من خلال الكتاب المقدس، وأنا كمسلم عربي أؤمن بالله من خلال القرآن الكريم. أما أنا كمواطن عربي لبناني كنت أم مصري أو سوري، مواطنيتي تتألف من جزئين، صورتي مقسومة إلى قسمين، نصفها مسيحي ونصفها مسلم. أي تشويه لأي جزء من صورتي هو التشويه لصورتي كلها. من هنا علي أنا المسيحي أن أدافع اليوم وغدا وبعد غد في المنطقة والعالم عن أخي المسلم وعن الإسلام اللي عشته أنا وياه. شكرك، شكرا جزيلا السيد بيار رفول معالي الوزير، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية. توجه بسؤالي إلى معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري. من المعروف معالي الوزير أن مصر تدعم ملف المصالحات السياسية، ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على أهمية الحفاظ على الدولة قوية ومتماسكة وذات سيادة، ومن هنا تلعب مصر دورا هاما في جهود الوساطة السياسية لإيمانها بمحورية الحل السياسي. إذا ما هي جهود الدولة المصرية في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات، وماذا عن رؤية الدولة المصرية أيضا لكيفية تسوية تلك الصراعات أو النزاعات؟ شكرا جزيلا. في البداية بالتأكيد استمتعت بالمداخلات التي سبقتني، وخصوصا من صديقي ستيفان، وتشخيصه للصراعات من منظور طبي، ولكن أرجو أن يتفق معي بأن هناك سمة اتسمت بها صراعات المنطقة، وهي كانت بأن استغل الإرهاب أو استغل الإرهاب في هذه الصراعات جميعا، وبالتالي فليس هناك وسيلة إلا بالتعامل معها من خلال البتر والاستئصال الكامل، وليس هناك أي قدر من المهادنة أو القبول بأن تكون بأي شكل من الأشكال طرف في إطار حل الصراعات، لأنه ليس هناك أي نوع من التواصل أو المنطق الذي يقود إلى مثل هذا الحوار، وإنما هو منطق معكوس، منطق يعزل كل الأطراف ويبغى فقط الهيمنة والسيطرة، وبالتالي لا يمكن التعامل معه ودرء شروره إلا من خلال الاستئصال الكامل. مصر بالتأكيد كما تفضل السيد الرئيس خلال الجلسة الماضية تقوم سياستها على عدم التدخل في الشؤون للدول المحيطة، ولكن في نفس الوقت هي تعمل بكل اجتهاد ومن خلال تعاونها مع الأمم المتحدة، ممثلة هنا في الدكتور غسان وفي السيد ستيفان دمستورة، ووفقا لمقررات الشرعية الدولية في التوصل إلى حلول للصراعات القائمة، من منطلق أنه ليس هناك مجال للوصول إلى هذا الحل من خلال الصراع المسلح. الصراعات المسلحة استمرت على مدى 7-8 سنوات وأدت إلى ويلات وإلى أضرار بالغة بالعالم العربي بالمواطنين في كل أرجاء العالم العربي، ولا بد من التوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات وفقا لقواعد الشرعية الدولية ومن خلال معاونة الأطراف الإقليمية من ضمنها مصر والأطراف الدولية، ولكن وفقا لهذه الأسس بعدم التدخل، إعطاء الأولوية للحلول المنبعثة عن الدولة ومواطنيها من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، إنها هي الوحيدة القادرة على توفير، سواء كانت مؤسسات المدنية أو المؤسسات الأمنية، توفير الأمان والاستقرار والتعامل مع التحديات بالشكل الذي يتواكب مع طموح واحتياجات المواطنين. هذه الجهد الذي يبذل ايضا من منطلق المعرفة بخصائص الصراعات وخصائص الدول وضرورة مراعاة هذه الخصائص والانفراد، ضرورة العمل بعيدا عن اي نوازع للطائفية او التمييز على اساس العرق او الجغرافيا او التوجه نحو الاستئصار
بالثروات والانقضاض على مقدرات الشعوب. نستمر في هذه الجهود من خلال الإقناع، من خلال فتح مجالات التواصل بين الأطراف السياسية الشرعية للتوصل إلى حلول توافقية، إلى رؤية مشتركة لكيفية الإقدام على خريطة مستقبل تتوافق مع طبيعة الدولة وتتوافق مع احتياجات مواطنيها، والتعامل مع التحديات. بالتأكيد أهم التحديات في هذه المرحلة هي إنهاء الصراع، وأيضا التعامل مع الإرهاب والعمل على إعادة الإعمار. لكن إعادة الإعمار لا يمكن أن يتم تناولها بعيدا عن فكرة إنهاء الصراع والتوصل إلى سلام يفتح المجال للمشاركة الدولية والإقليمية لعمليات إعادة الإعمار من خلال مؤسسات الدولة الوطنية الشرعية ومن خصاص قدرتها في هذا الشأن. شكرا لك معالي الوزير. ونتحول بسؤال إلى السيد كريستيان دوسي، وبصفتك خبير أمني، في ضوء المشاكل التي تعاني منها أغلب الدول الأوروبية والدول العربية بوجود تنظيمات إرهابية واعتمادها على المقاتلين الأجانب، كيف يمكن تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني لمواجهة هؤلاء الأفراد من الدول المستقبلة والمصدرة لهم، بخاصة العائدون لمجتمعاتهم مرة أخرى بعد وجودهم في مناطق صراع أو نزاع؟ شكرا جزيلا على سؤالك. طبعا تحياتي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه شرف كبير لي أن أكون في هذا المحفل، ولدينا نقطة مشتركة بين هذا النشاط الذي تقومون به هنا في مصر واستقبالكم لشباب من 152 دولة، وما نقوم به في جنيف. ما نلاحظه في هذا المجال، مجال التعاون الاستخباراتي والأمني، لاحظنا أن الكلمة الشائعة والرائجة الآن هي الحفاظ على استمرارية السلام، بناء السلام وإعادة بنائه، لا ينبغي أن ننتظر اندلاع النزاعات والحروب، ولكن علينا أن نعمل على بناء السلام. أولا هو الشباب، ثانيا القدرة على التعاون. الآن الجيل الحالي للشباب هو الأكبر على مستوى العالم، وهم يمثلون الغالبية العظمى من السكان. وقال مجلس الأمن أن القرار 2050 بشأن الأمن والسلم هو يتمحور حول وضع التركيز على الشباب والتأكد من أنه محور كل السياسات التنموية. وهذا القرار يعتمد على أنه أحد المشكلات الأساسية هو أن العنف والعنف الكبير هو نابع من أوساط الشباب والتطرف كذلك، ولكن علينا أن نتأكد من إدماج الشباب في كافة العمليات التي نقوم بها مثل عمليات حفظ السلام. وهنالك الاستشاريون السياسيون، والآن لدينا أيضا استشاريون من الشباب، وفي كل المؤتمرات يأتون هؤلاء الشباب الذين نستشير بهم وبآرائهم، يتقدمون بآرائهم المفيدة. المحور الثاني هو التعليم. التعليم مهم جدا خاصة في المجتمعات الهشة، وإذا افترضنا جميعنا
أننا لدينا موبايل أداة هاتف جوال، وأننا نقوم بتحديث هذا الهاتف الآيفون أو السمارت فون، نحدثه أسبوعيا، ربما لا يعمل بشكل جيد. والآن يمكنني أن أطرح عليكم السؤال التالي: ما هي المرة الأخيرة، أي متى كانت المرة الأخيرة التي قمتم بتحديث هاتفكم الجواب؟ في جنيف. جنيف هي من ضمن المراكز الدولية للحوكمة، ونحن نشرف على 80 دورة تدريبية كل عام للشباب، ولكن إذا كنا مشغولون لدرجة أننا ليس لدينا أي متسع للتعلم، فأننا لن نحقق طموحاتنا. هنالك الذين يعملون مع الحكومات، هم أكثر فعالية وأكثر ولديهم قدرة أكبر على الابتكار، وهنالك أيضا القيادة. القيادة تبدأ بقيادة الذات، القدرة على قيادة الذات والقيادة على التطور الذاتي وتحقيق التطور للشباب وتحقيق التطور من خلال موظفي الأمم المتحدة. فالقدرة على العمل في مكتب والقدرة على تحقيق إنجازات. ولقد تعلمنا من خلال مبادرة القيادة التي طبقناها في جنيف أن هنالك نقص في ترتيب أولويات القيادة، ونحن كنا نعتقد أن القيادة هي تعلم مفاتيح أي وظيفة، ولكننا كنا مخطئين. فالقيادة أمر آخر، وهنالك برامج لتعليم للتدريب على القيادة، والقيادة أيضا مرتبطة. ولقد ركزت على محاور الشباب والتعليم والتدريب على القيادة. بما أنكم مدير في بال الكثير من الشباب العربي، وأنت تحدثت عن يعني أهمية الشباب في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، وهو سؤال ربما يكون فلسفيا إلى حد بعيد، ولكن نظرة على الواقع العربي أو الواقع في الشرق الأوسط تحديدا، يعني هل الإعمار يأتي بعد الحرب أم أن الحرب تأتي بهدف الإعمار؟ أعتقد أن النقطة هنا كما ذكرنا بالفعل أن الوقاية هي من أهم العناصر. هناك مفهوم يطلق عليه السلام الإيجابي، بدلا من النظر إلى الصراعات وما بعد الصراعات، لماذا لا ننظر إلى المجتمعات أو الأمم التي تسير على ما يرام؟ ما هي نوعية العناصر التي تتضمن الشفافية، سيادة القانون، الثقة في السلطة، و أن نضمن توفير فرص العمل للشباب؟ هذه هي المكونات الواجب علينا أن نتدرسها ونتمعن فيها. للسيد غسان سلامة، يعني له علاقة بكل تأكيد ما ذكر من قبل في هذا السؤال، وهل تتوقع أن تساهم الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية في إعادة بناء ليبيا؟ الكثير يلاحظون تعدد الأطراف التي تحاول ممارسة نفوذ داخل ليبيا، وبكل تأكيد يرون أنها تختلف في رؤيتها لإعادة البناء عن إعادة البناء حسب فكرة الملكية الوطنية لليبيين. عندما تكونين بمواجهة أزمة داخلية أو نزاع داخلي، يجب عليك أن تفاصلي بين شرطين. الشرط الأول هو التعلم من تجارب أخرى مررت بها سابقا أو مر بها أصدقاؤك وزملائك، لكي تحاولي أن تستفيدي منها لحل المشكل الذي أمامك. ومن ناحية أخرى عليك أن تنظري في خصوصية كل حالة، وما هي العناصر الخصوصية في كل حالة. هناك أمور تشترك بها أزمات وطننا العربي،
في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي غيرها. وهناك أمور خاصة بليبيا، من الأمور التي تختص بها ليبيا هي أن النزاعات داخل دولة فقيرة مختلفة جوهريا عن النزاعات داخل دولة ريعية ثرية. في الدول الفقيرة أطراف الخارجية لها نفوذ يتناسب مع المال والسلاح الذي تدفعه إلى الدول. في الدول الريعية الثرية وهي حال ليبيا، تأثير الخارج يتم بوسائل أخرى. هناك نوع من تنافس أو سميه تكالب على ثروات البلد، ولكن ليس هناك نفس نوع التأثير، لأن القوى الداخلية لديها من الموارد الداخلية ما يكفي لكي تقوم بحربها من جيبها. وهذه ليست حال مثلا حرب لبنان أو حروب أخرى جرت في المنطقة، حيث الأطراف الخارجية كان لها تأثير من خلال مساعدة مالية أو من خلال تدخل عسكري. إذن ما هو الوضع في ليبيا؟ الوضع في ليبيا مختلف، لأن ليبيا دولة ريعية تنتج اليوم 1,300,000 برميل من النفط، وأسعار النفط تحسنت في الفترة الأخيرة، مما سمح لليبيا أن يكون لديها في النصف الأول من هذا العام فقط أكثر من 15 مليار دولار من العائدات. المشكلة إذن هي في عملية توزيع الريع الليبي على مختلف الجهات. والحرب في ليبيا تكاد تكون تتميز بأنها حرب على الثروات وليس حرب على الإيديولوجيات أو على الأفكار أو على المناطق أو على القبائل. هي حرب يغذيها التنافس الداخلي على الثروة. وهنا تدخل العناصر الخارجية، لأن لديها أيضا مصالح تتعلق بثروة البلاد الأساسية من النفط والغاز والذهب أيضا. وهناك أمر آخر أيضا اختصت به ليبيا في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت معبرا لكل من شاء إلى من مكان إلى آخر، معبر للمهاجرين غير الشرعيين، ولكن أيضا معبر للإرهابيين. تتحدث عن الجنوب، وهذا عامل مخيف، لأن بعد ما حصل في سوريا والعراق لاحظنا أن عددا منهم قد اتخذ من ليبيا ملاذا له بسبب ضعف الدولة حاليا وهشاشة إمكانية سيطرتها على حدودها. وهو أيضا ملاذ لمختلف المهربين، مهربي المخدرات وإلى آخره. لذلك لا يمكن أن يكون نظرنا قصيرا ونقول نحارب الإرهاب فقط. علينا أن نبني دولة من خلال شرعية وموحدة في ليبيا لكي تقوم بهذا العمل، لأننا الدول الخارجية ستبقى عاجزة عن معالجة الموضوع إن لم يكن لها مخاطب داخلي واحد وشرعي هو الدولة الليبية التي نحاول اليوم إعادة تأسيسها بصعوبات جمة. شكرا لك سيد غسان. وسؤالي إلى السيد ديمستورا، دعني أسألك عن أبرز ما خلصت إليه بعد فترة طويلة من العمل كمبعوث للأمم المتحدة في سوريا. ما رؤيتك للمسار الأفضل، المسار الأفضل لتعزيز فرص نجاح الحل السياسي في سوريا وتعزيز قيام مفاوضات مثمرة تكون بداية لطريق لتهدئة الأوضاع في ضوء تحديات ملف مواجهة الإرهاب؟ ما ذكرت من قبل، أنا أعمل منذ 47 عاما مع الأمم المتحدة دائما في مناطق الصراع. الوضع كان منذ فترة طويلة كان الوضع بسيط، كان هناك كتلتين الشرق والغرب، وكان هناك ما يشبه الحرب إلا أنها كانت دائما تحت السيطرة في نهاية الأمر من خلال المتقررات المتبادلة، إلا أن ذلك جعل مهمة الأمم المتحدة صعبة للغاية، لأن كلتا القوتين كان لهما حق الفيتو. ولكن في نهاية الأمر فإن كبرى القوتين كانوا لا يرغبون في الانتهاء، أن ينتهي بهم الأمر إلى الصراع. ولذلك كان على الأمم المتحدة أن تتوخى الابتكار
فبدلا من أن تركز على الجوانب السياسية التي يصعب التصدي إليها، كنا نتحدث مثلا عن التطعيمات، ومن خلال التطعيمات يمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى إمكانية الجمع بين طرفي النزاع والتحدث مع بعضهم البعض بدلا من الدخول في صراعات. لقد قمنا بأحد الأشياء التي سيقدرها فخامة الرئيس السيسي لأنها مرتبطة بالخبرات العسكرية. على سبيل المثال في أثيوبيا كان هناك لحظة فارقة حيث عانت الدولة من المجاعة، كان ذلك في وقت منغستون، وتمكنا من نشر الناتو وهم أعداء حتى يتمكنوا من تنظيم طلعات بالجو أو بالطائرات لتلقي بالطعام والغذاء، ولذلك كان ذلك يستدعي قدرات وجدارات عسكرية حتى ينقذوا الناس، وبهذا انتهى الحرب الباردة. إلا أن الأمر الآن بات أصبح تعقيدا، ولذلك لا ينبغي علينا أن نركز على إعادة الإعمار حيث يستدعي الوضع في سوريا ما يربو على 3 مليون دولار، ولكن علينا أن نركز أيضا على إعادة الإعمار النفسي والاجتماعي، حيث أن حصلت الحرب أرواحا كثيرة وكثير فقدوا أسرهم ومنازلهم، ولذلك نعود مرة أخرى بنا إلى العملية السياسية. بمجرد الانتهاء من هذه العملية صدقيني فإن إعادة الأمر ستأتي من نفسها، لأن البلدان ستشعر بالارتياح. عدد كبير من البلدان الأوروبية بالفعل تنوي أن تدخل بثقة لها في عملية إعادة الإعمار بدلا من أن يصبح السوريين لاجئين، لأنه لا يوجد أي شخص يحب أن يصبح لاجئ، بل السوريون يحبون أن يعودوا مرة أخرى إلى بلدهم، ولكن يودون أن يشعروا بأن هناك عملية سياسية تشعرهم بالطمأنينة، ولكن هناك أيضا عملية دستورية حتى تهدئ من روع الجماعات المهمشة وتشرع في إعادة الإعمار الحقيقية. هذا ممكن وبالفعل تم إحرازه، ولكن في هذه المرة الوضع صعب ولكن يمكن إحرازه. معالي الوزير سامح شكري، بكل تأكيد وإذا كان لديك تعقيب في هذه الرؤية تحديدا، لكن سؤالي هلا عن ما هو مستقبل الدور المصري في ملف إعادة البناء في ضوء الإعلان بالفعل عن إقامة مشاريع في عدة مجالات في العديد من تلك الدول أبرزها العراق وليبيا، خاصة وهي تشهد توتر اقتصادي وأمني في هذه البلاد، وكيف يمكن تعزيز ذلك الدور وسط تلك التحديات؟ بالتأكيد لمصر قدرات ومقومات عديدة تجعلها قادرة على الإسهام بالتعاون مع شركائها. دول عربية عانت خلال السنوات الماضية من صراعات، عندما يحين الوقت لإعادة الإعمار، عندما يتم التوصل إلى حلول سياسية للصراعات ويصبح هناك المناخ المستقبل والملائم لعمليات إعادة الإعمار، بالتأكيد أنه هذه الاستثمارات وهذا الجهد الذي يبذل لابد أن تتاح له المناخ والظروف الأمنية الملائمة ووجود المؤسسات الدولة التي تستطيع أن تتعامل في هذه القضايا بشفافية من خلال العطاءات والطرح الذي يتم. ولكن هذا أيضا يتوقف على الأولويات التي تحددها هذه الدول في قائمة مشروعات الإعمار وقائمة الجهود التنموية التي تسعى إليها. فليس هناك أي طرف يستطيع أن يفرض على الدول الخارجة من الصراعات سواء كانت في منطقتنا أو في النطاق الأفريقي للمشروعات بعينها أو المجالات، لكن هذه عملية مرتبطة بقدرات، عملية مرتبطة أيضا بالرصيد الذي تتمتع به مصر لدي شركائها في العالم العربي في الساحة الأفريقية، والاطمئنان بأن سياسات مصر هي سياسات
رشيدة مبنية على عدم التدخل وعدم المؤامرة، والعمل من خلال التوفيق بين الأطراف السياسية المختلفة ووصولها إلى توافق يرضي طموحاتها نحو المستقبل ويرضي شعوبها، وأن تكون هذه السياسات أيضا مبنية على الأسس والمبادئ التي نرتضيها لأنفسنا من خلال عدم التمييز، من خلال تمكين المرأة وتمكين الشباب والسير لعمل جماعي يصب في النهاية في المصلحة المشتركة سواء للدول التي تسهم في الإعمار أو الدول المتلقية لهذه المساعدات. شكرا لك معالي الوزير، وأتحول إلى معالي الوزير بيار رفول. في رأيكم ما هي المعوقات، معوقات إدارة التنوع العرقي والطائفي في العالم العربي، وما هي الآليات المثلى لإدارة هذا التنوع بما يتناسب مع خصوصية ظروف الدول العربية في فترة ما بعد النزاعات؟ علينا أن نتعرف على بعضنا أكثر، علينا أن كمسيحيين أن ندرس الدين الإسلامي كما يجب، وعلينا كمسلمين أن ندرس الدين المسيحي كما يجب. التعارف بالعمق هو أساس في تهدئة المجتمعات، أول نقطة. ثاني نقطة الإنماء، الإنماء لكل الناس بالتوازي وليس لفئة معينة أو جهة معينة، الإنماء المتكامل. وهنا علينا أن نبعد السياسة عن الإنماء، وأن نبعد عن الإنماء الفساد. نحن في وطن نعاني من الفساد منذ 30 سنة وأكثر، هذا مهم جدا حتى تستقر الأمور في كل المناطق اللبنانية. هناك مناطق فقيرة جدا وهناك مناطق غنية جدا، وهناك استنسابية في صرف الأموال كان سابقا. اليوم نحسن هذا الوضع بشكل كبير، وننفتح على بعضنا ونتفاهم مع بعضنا أكثر وأكثر. الحوار هو الطريق السليم في بلدان متعددة، متعددة الأعراق ومتعددة الأديان. الحوار هو الأسلم والأقصر لتأمين الاطمئنان للجميع. يجب أن تكون هناك عدالة للجميع، يجب أن يكون هناك علم للجميع. التعليم والاهتمام بالشبيبة هو الأساس. عندنا في بعض الدول عندنا تهميش للشباب، لا يسأل الشباب، لا اعتبار للشباب، وهذا أساسي. سمعتم البارحة مساء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول، يتوجه لشباب مصر ومن خلالها لشباب العالم، لم يكن لهم كونوا معي تعالوا لنعمل، قال أنا منحاز لكم، أنا معكم، تعالوا معا لنتساعد من أجل المستقبل. هذا الفكر النير الذي نسمعه والذي نراه يتحول إلى مؤسسة، لا شعار فقط، إلى عمل دؤوب، إلى عمل يلزمه اهتمام كل يوم. هذا ما سيغير في منطقتنا كلها. هذا الاهتمام بالشباب هو الأساس. الشباب هم الثورة، ثورة البناء، والشباب هن ثروة، ثروة المعرفة والتعمير. هذا الوضع نحن نهمله، علينا أن نعطيه الأهمية الكافية. أولا العدالة بين الجميع، ثانيا المعرفة، العلم، الثقافة. الثقافة غير العلم، الثقافة يعني نعرف أن نتعرف على بعضنا ونحترم بعضنا وننظر إلى بعضنا. يجب علينا أن ننظر إلى الإنسان كقيمة وليس إلى عرقه ودينه أو مستواه المجتمعي. هذا مهم جدا. مهم جدا أن أسمع رئيس أكبر دولة عربية يتوجه إلى الشباب ويقول لهم أنا معكم، تعالوا نعمل معا. هذا يجب أن يتعمم، هذا يجب أن يتفعل. الشباب جاهز، الشباب مر بمرارة مثل ما قال معالي الوزير، 7 سنوات من الحروب. اليوم الشباب متشوق لمن يهتم به،
لمن يعطيه أمل للمستقبل، ليعيش بكرامته، ليدافع عن وطنه، ليحب وطنه. هذا ما نطلب منه، هذا ما نبتغيه. وأنا شخصيا في هذا المؤتمر أشعر بالارتياح الداخلي، وأشعر بالفرح أن هناك أملا ليس لمنطقتنا بل للعالم، أن يتحول المجتمع من مجتمع متصادم متنافر يكره بعضنا البعض إلى مجتمع ينعم بالسلام والتآخي والاستقرار. شكرا سيد بيار فول. يعني لولا الاهتمام بالشباب ما كنت أنا هنا بينكم اليوم نناقش يعني أصعب ومعضلات يعني مشكلات وأزمات الوطن العربي والشرق الأوسط، وما كان أيضا كل الشباب المتواجدين في القاعة متواجدون الآن. أشكرك شكرا جزيلا سيد بيار رفول. ويعني نعطي كلمة أخيرة، نبدأ من اليمين سيد كريستيان دوسي، كلمة أخيرة في هذا المؤتمر، تفضل. أشكرك. كنت وقت الغداء قابلت أحد المشاركين وقال لي أنه من نيجيريا وهو يعمل في السوق الرقمي، وهذا شيء بعيد عما تعلمته في الاستخبارات والجيش. لقد تعلمت وقد عرفت كثيرا عن الأدوات والمهارات التي يستخدمها، وهذه رسالة. فنحن نتحدث عن الإرشاد وتوجيه للشباب، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز على الإرشاد والتوجيه المقابل، أن نستمع إلى الشباب لأننا نتعلم منهم الكثير. شكرا. سيد ستيفان دي مستورة، نصيحة في الملف السوري للقادم. I was young some time ago. منذ بعض الوقت، وأتذكر كيف كانت الفعاليات والأحداث في ذلك الوقت تؤثر على ما أقوم به لمدة 47 عاما أو 50 عاما تلتها. كنت في قبرص كمتطوع شاب، وكنت أصحب وفدا من الأمم المتحدة، وأمامي كان هناك حوالي، رأيت شابا صغيرا لم أعرف اسمه قط، وكان عمره تسعة أعوام أو 10 أعوام، طفل تم اقتناصه من بندقية قناص، ولا أعرف السبب ولا أعرف من ولا أعرف أي من الجانبين، ولكن ما شعرت به هو غضب شديد. شعرت أنني أود أن أكرس حياتي لمقاومة الحروب التي تؤثر على المدنيين، وأعتقد أن هذه الطاقة استمرت حتى الآن، حتى هذا السن وهذا العمر، خاصة عندما يعني هناك يكون أشياء أخرى أقوم بها في الحياة غير العمل على تسوية الصراعات. فإذا يجب دائما على الشباب أن يشعر بهذا الغضب، ولكن بشكل صحي. يجب أن يكون يشعر بهذا الغضب الثوري حتى يستطيع أن يغير. يجب أن نساعدهم على ذلك. ويعني أعتقد أن هذا من الممكن أن يساعدهم على توجيه غضبهم أو ثورتهم في الاتجاه الصحيح. شكرا. معالي الوزير سامح، شكري. ونحن نخاطب الشباب، وأخذا من ما قاله ستيفان، أن يأخذوا بزمام المبادرة سواء في مناطق الصراعات أو في أوطانهم بصفة عامة، على أسس من الوعي بأوطانهم، الوعي بمشكلاتهم، والعمل من خلال العلم والإنتاج لتجاوز التحديات، والاطلاع بالمسؤولية اللي لابد أنها تقول إليهم، وهي بتقول إليهم بالفعل، وليس الأمر في المستقبل، ولكن هم الآن يأخذون بزمام الأمور ويزكوا إلى المواقع، وبالتالي عليهم أن يتحملوا المسؤولية، وليتحملوا هذه المسؤولية لابد أن يتحلوا بالعلم، وكما يؤكد السيد الرئيس دائما، فالوعي، الوعي بحقيقة الأمور، والوعي والموضوعية في التعامل
مع هذه الأمور حتى تنهض الأمم وتنهض الشعوب. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير سامح شكري. كلمة أخيرة سيد غسان سلام. في الحقيقة أود أن أقول للشباب وأزعم أني لي علاقة بهم رغم العمر والشعر الأبيض، أن أحيانا كثيرة يقال أن الحوار هو بديل عن النزاع. أنا أود أن أقول لكم أن الحوار هو من أصعب أنواع النزاعات على العكس. لماذا؟ لأنه في النزاع أنت تخاصم عدوك، في الحوار أنت تخاصم نفسك. إذ عليك أولا أن تعترف بشرعية وجود الآخر وبشرعية اختلافه عنك، وعليك ثانيا أن تحترم هذا الاختلاف وتعتبره أمرا ثابتا أمرا طبيعيا، وعليك ثالثا وهذا هو الأصعب أن تقبل ليس فقط أن تفحم الآخر من خلال الحوار، بل أن تقبل بأن تتغير نفسك من خلال الحوار، من خلال تأثير شرعية تأثير الآخر عليك بالتواصل والتفاعل معه. لذلك لا يقولنك أحد أن الحوار هو بديل النزاع، هو أصعب أنواع النزاع، لأنه نزاع مع النفس للقبول بالآخر، للقبول بشرعية الآخر، وللقبول بالتأثر بآراء وأفكار الآخر. شكرا لك، شكرا لك سيد غسان سلامة. طيب، وردنا أنا معالي وزيرة التغيرات المناخية الباكستانية السيدة زرتاج جول لديها مداخلة، يعني أرجو أن تستعدي إلى أن نأخذ الكلمة الأخيرة من معالي الوزير بيار رفول، كلمة أخيرة في المنتدى وفي هذه الجلسة. أريد أن أتوجه إلى الشباب وأقول لهم أنتم الطاقة البديلة عن الحروب، أنتم الصدمة ضد التصادم، اسعوا إلى التقارب، عززوا التنوع والتناغم فيما بينكم، أنتم قادة المستقبل، أنتم عدة الوطن، أنتم المؤتمنون على السير بمستقبل البشرية نحو بر الأمان، وفقكم الله وصدد خطاكم. شكرا لك معالي الوزير. السيدة زرتاج جول معالي الوزيرة وزيرة التغيرات المناخية الباكستانية، تفضلي. جي بسم الله الرحمن الرحيم. I'm زرتاج جول وزير Minister of Climate Change from Pakistan. وزيرة التغير المناخي في باكستان، وأنا أتيت هنا لتمثيل بلادي باكستان في هذا الحدث الهام، محفل شباب العالم، منتدى شباب العالم، وأتوجه بالتحية والشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتيت لتمثيل باكستان لأن باكستان التي هي تعيش مرحلة ما بعد النزاع. نحن الذين تعاملوا مع اللاجئين يعرفون ماذا يعني أن تكون لاجئا أو أن تكون بلا مقر ثابت أو عنوان ثابت، فإن هذا الإحساس، إحساس اللاجئ، هو شخص مدمر نفسيا، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس كان أمرا سهلا، ولكن إعادة بناء النفوس والأرواح كان أمرا صعبا للغاية، لأن الحرب التي بدأت في نيويورك في أبراج التجارة العالمية التي قتلت العديد والعديد من الأبرياء
بسبب الإرهاب. وصلت هذه الحالة إلى باكستان، ولقد فقدنا مئات الآلاف من الباكستانيين المدنيين الأبرياء الذين من النساء والأطفال والمدنيين الذين دفعوا ثمن هذا الحدث الإرهابي. ولقد اضطررنا أن نتعامل مع كافة الأشخاص الذين تضرروا من هذه الحرب. ولدينا وحتى الآن ندفع ثمنا باهظا لهذه الحرب. وأردت فقط أن أقول أننا ربما في يوم من الأيام سوف يدرك العالم ألم وعذاب هذه الأمة التي فقدت ابنها في عملية إرهابية. ونحن مجتمعون الآن لأن لدينا هدف مشترك. وأنا أود أن أدعوكم جميعا لباكستان لتروا ماذا حققناه وتروا معاييرنا ومثلنا الجديدة وترون كيف نتعامل مع الشباب ونستفيد من أفكارهم الجديدة وما حققناه على صعيد تمكين المرأة. ولقد حققنا خطوات قيمة إلى الأمام. ونود أن يقبلنا العالم بتقاليدنا وإمكاناتنا وأن يتقبلونا كما نحن. وأشكركم منتدى شباب العالم وشكرا لكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. وشكرا للسادة المتحدثين على إسهاماتكم في إنجاح هذه الجلسة الذي أكدت على محورية الحل السياسي كبداية لإعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية ورفض التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره في كل أنحاء العالم، مع تجديد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية إعادة بناء الدول ما بعد النزاعات والحروب. أشكركم شكرا جزيلا السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، شكرا جزيلا لك. السيد ستيفان دي مستورة مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، شكرا جزيلا لك. السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية، شكرا جزيلا لك. ونتوقف من أجل السيد ستيفان دي مستورة، تفضل. Well, I was hoping. كنت آمل وأتوقع شابا واحدا أن يسألنا سؤالا، أي من الشباب؟ إذا كان ما زال لدينا دقيقة. شاب، أن يكون شابا يسأل. الأمم المتحدة على إتاحة الفرصة للسؤال، وهو السؤال ببساطة شديدة جدا: كيف لمنظمات حقوق الإنسان التي تدعم إعادة بناء الدول بعد الحروب والتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ونجد أن هناك حالة من حالات ليس الابتزاز السياسي أو الاقتصادي، ولكن صدور بيانات تتحدث عن مفهوم حقوق الإنسان، وهذه البيانات لدول مثل مصر أثناء مصر وهي تقوم بمجابهة ومواجهة الإرهاب والمتطرفين. نجد بعض البيانات التي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان سواء في الاتحاد الأوروبي أو خلافه تقوم بعمل هذه البيانات بشكل ولا يتوافق مع طبيعة الدول التي تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، ليس فقط في مصر ولكن في الدول العربية وفي الدول الأفريقية نجد صدور هذه البيانات بشكل الذي لا يتوافق مع دعم الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب.
the conflict here, we need to be or to have a very clear. هنا هو أننا بحاجة إلى رد واضح من سيادتكم بشأن هذا النزاع أو هذا الخلاف. سيدي مستورة طلبت من الشباب هم اللي يجاوبوا، فأتمنى أن حضرتك أو يسألوا، فأتمنى أن حضرتك تجاوب على هذا السؤال. I'm not totally sure what أنا لست متأكد من الرسالة التي أتود أن ترسلها، ولكن يمكن لي أن أقول إذا ما كان هناك أمر آخر يوحد بين الجميع من القاهرة إلى بالي إلى تونس إلى باريس إلى بروكسل أو إلى إسطنبول أو إلى مونتريال، أن نقول أن علينا أن نكافح ونحارب الإرهاب، وهذا يتعين القيام به مع احترام حقوق الإنسان، ولكن أيضا بمنتهى الشدة والصرامة. ولذلك هذا العنصر أحد العناصر الذي لا يوجد أدنى شك لدى أي منا اليوم، وأعتقد أن هناك دائما احتمال لأن نجد السبل للقيام وإحراز ذلك، ومع في ظل احترام حقوق الإنسان. وسأتوقف هنا. سؤال آخر. مساء الخير. تفضل. أمل الحماوي من التلفزيون الروسي. سؤالي للسيد دي مسورة، هل تعتقد أن إطالة أمد الحرب في سوريا قد زادت من قدرة المجموعات الإرهابية التي باتت عابرة للحدود وتهدد أيضا الأمن والسلم الدوليين؟ شكرا. هل أنت طالبة شابة أم صحفية؟ إذن في الواقع أن الوضع في سوريا على سبيل في البداية الوضع كان عبارة عن مجرد بيئة محلية توسع إلى بيئة إقليمية وتوسع إلى أبعد من ذلك، ولذلك في الحقيقة عدد من البلدان الكثيرة بالفعل انخرطت في هذا الموضوع، حتى بات أن عدد كبير من الناس غير السوريين الذين يعيشون داخل سوريا عليهم أن يتركوا الأمر للسوريين، وهذا ما يطلق عليه السيادة الوطنية. وفي النهاية لا يوجد أدنى شك لدينا جميعا، إلا أن النقطة الثانية هناك أيضا سيادة البشر، ولا يقتصر الأمر على السيادة الوطنية، وذلك يمكن الحصول عليه أو تحقيقه من خلال الانتخابات العادلة تحت إشراف الأمم المتحدة ودستور جديد. إذا هناك عنصرين هامين يمكن من خلالها أن نستعيد السيادة مرة أخرى. رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذا كان لك تعقيب في نهاية الجلسة تفضل. اسمح لي ان انا اولا احيي كل السادة المتحدثين وبشكرهم على تواجدهم معنا، وبشكرهم على حجم الثراء اللي هم قاموا به اثناء الحوار والمساهمات بتاعتهم في موضوع انا بعتبره من اهم الموضوعات على الاقل في منطقتنا اللي هي بتعج بالصراعات يعني. ولكن ان كان لي مساهمة، أنا بس هأكد للي بيسمعني إن أنا مش بتناول المسألة من منظور سياسي، فبنقي الألفاظ وبنقي الأفكار وببعد عن النقاط اللي ممكن تسبب إشكاليات. أنا هتكلم معاكم كتجربة مصرية شاهد عليها وعلى الأحداث اللي بتمر في المنطقة. خدوا الكلام بتاعي وفكروا فيه، ويؤخذ ويرد، كلامي يؤخذ ويرد. اللي تلاقوه مناسب منه يعني اهتموا بيه، واللي مش مناسب ما يجراش حاجه. اول نقطه انا المساهمه بتاعتي هتبقى من جزئين، جزء ما قبل الازمه وجزء ما بعد الازمه. جزء ما قبل الازمه هو تقدير المواطنين والراي العام في بلادهم لحجم التراجع، لحجم التخلف، لحجم المطالب اللي هم عايزين يحققوها. اتصور ان احنا اللي شفناه
في الدول اللي مرت بالأزمات دي، التكلفة الإنسانية والتكلفة المالية والتكلفة الأخلاقية اللي دفعتها الدول دي أكبر كتير من لو كان الأمر استمر بدون تغيير. أقولها تاني، التكاليف اللي دفعتها الدول اللي دخلت في الأزمات ديت، أنا بقول من كل الوجوه، وأرجو أن أنتم تنظروا للصورة بشكل كلي، ما تنظروا لهاش بشكل يعني جزئي بسيط. يعني أنا مش هتكلم على التكلفة المالية، لكن عايز أقول لكم، يا ترى الطفل أو الطفلة اللي قعدت 9 سنين في معسكر لاجئين ده هتطلع شخصيتها عاملة ايه؟ يا ترى هتطلع شخصية سوية؟ واذا كنا بنتكلم على مئات الالوف والملايين، فاحنا بالاصلاح اللي احنا تصورنا ان احنا ممكن نعمله في بلادنا من خلال التحرك الغير مدروس، انا هقول غير مدروس، مش هقول ابدا انه مؤامرة، لا هو غير مدروس. تصورنا ان احنا ممكن نغير واقعنا من خلال هذا التحرك، واحنا بنعمل التحرك ده احنا بنفتح ابواب الجحيم على بلادنا. انا بقول على بلادنا لان احنا كنا بلد من البلاد المرشحة انها تبقى كده. وانا كنت بقول من 2-3 سنين، خلي بالكم من الانتحار القومي، الانتحار القومي. وانا بقول الكلام ده في شباب من اوروبا يمكن ما يبقاش عندهم التصور ده، والمشاكل اللي موجودة عندنا في المنطقة العربية والمنطقة الافريقية او في الدول الافريقية، ويبقى هم بالتالي شايفين الكلام ده، يعني عايزين يقولوا لي يعني ده معناه ان احنا لا نغير، ده معناه ان احنا نسكت. انا ما قلتش كده، بس بقول لكم على الباب اللي انتوا هتفتحوه، لان قوة حشد الشباب او حشد الرأي العام لتغيير الامر بقوة قد يخرج، وفي الغالب بيخرج عن السيطرة، ولما يخرج عن السيطرة ينشئ فراغ هائل. هذا الفراغ الهائل يؤدي الى تدافع القوة المحلية والأجنبية أو الخارجية من أجل التدخل في شؤون الدولة، وتتداعى مؤسسات الدولة مؤسسة وراء مؤسسة، تبدأ في الغالب بالمؤسسات الأمنية والقوات المسلحة، ثم بقية المؤسسات تيجي بالتبعية. ومن هنا لما نيجي نغير المسار اللي هو انا بعتبر ان كان في ميزة للواقع اللي حصل في دول موجودة في منطقتنا، واحنا منهم، وبين عدم التغيير، قد يكون التجربة بتقول يبقى الصبر. وانا هاخد من كلمة الدكتور غسان تعبير اكتر من رائع، هو النزاع او الحوار مع النفس، كلمة رائعة جدا، لانك انت ممكن تخش في خلاف مع الاخرين وصراع مع الاخرين، لكنك انت تخش في صراع مع نفسك من اجل كبح قدرتك، جهدك، قناعتك، رفضك للواقع اللي انت عايز تغيره من اجل مصلحة اكبر واشمل، هي مصلحة وطن بشعبه هيدمر تدمير كامل عشان الحركة اللي انت اتحركت بيها، عشان الاجراء اللي انتم عملتوه في بلادكم اللي اتعمل اكيد بحسن نية من اجل الاصلاح. مسار الاصلاح في تقديري المتواضع كانسان زيكم شاف بلده
رايحة للدمار والخراب. احنا تراجعنا حتى بعد كل الجهد اللي احنا بنعمله، كل اللي بنتمناه ان احنا نصل للحالة اللي كنا موجودين عليها قبل 2011 في مصر. وكل الناس اللي موجودة في الدولة هنا تقول اللي الجهد اللي مبذول خلال الخمس سنين غير مسبوق. لكن بكل الجهد ده وكل الإجراءات اللي احنا نجحنا فيها، انا بقول لكم احنا المؤشرات الاقتصادية وحجم الاستقرار والامن، احنا لما فتحنا الباب للفوضى من غير ما نقصد نتج عنها انكسر حاجز استخدام السلاح من جانب الجماعات اللي هي موجودة معانا في مصر. هي كانت موجودة قبل كده وكانت عايشة معانا قبل كده، ولكن بمجرد ان اتيحت الفرصة والباب اتفتح بقى عندها استعداد للقفز على السلطة حتى لو استخدمت السلاح. انا هقول ليكم كلكم، اذا كان اقل تقدير اتقال فيه ان سوريا تحتاج 300 مليار دولار، 300 مليار دولار واقصى تقدير تريليون دولار، انا عايز حد يقول لي اني حكومة في سوريا مهما كانت بقى جت من الأغلبية أو من الأقلية هتقدر تعمل إيه مع التحدي ده؟ أنتوا فاكرين في العالم حد هيمد إيده، وأنا بقولها على الملأ، يطبق 300 مليار دولار ويديها الدولة ولا إيه؟ دول بيتخانقوا على 10 مليار. هو الصراع اللي موجود في العالم معمول على إيه؟ على النفوذ وعلى الأموال والمصالح. حد يديك 300 مليار دولار تصلح بلدك؟ مش انت اللي كسرتها؟ مش انت اللي خربتها؟ اصلح لك انا ليه؟ لا انا ما اصلح لكش، انا اصلح بلدي وابني بلدي وابني الشبابي في الدول المتقدمة. لكن ليكم انتوا اللي بتعملوا في بلادكم كده، وانتوا اللي بتخربوا بلادكم. انا بقول لكم الكلام ده والله لن تسمعوه من احد ابدا في موقع اللي انا فيه ده. وانا ان شاء الله بحاول اكون صادق، والمبعوث الدكتور ديمستورا يعرفني كويس، التقينا سويا وتحدثنا حديث خاص، ويعلم ان الكلام اللي بقوله ده هي قناعات ناتجة عن خبرات لممارسات عشناها، مش كلام احنا بنقوله ده، احنا عشنا كل يوم كل يوم بنعيش في مرار ومعاناة لأجل نحافظ على بلدنا وعلى مصير 100 مليون مصري. 100 مليون مصري. مين الدكتور غسان بيقول إن في ليبيا عندهم دول ريعية فتقدر يخش لها دولارات من مصادر البترول، احنا في مصر ما عندناش يا دكتور، ما عندناش ده، فكانت هتتخرب وتضيع وما ترجعش تاني، وتبقى ملايين من المصريين بتهاجر على أوروبا أو على دول الجوار أو تضيع في الصحراء وفي البحار. أنا بقول التجربة دي لشباب جاي من كل حتة في العالم يشوفنا ويسمعنا، ويمكن بينظر إلينا وما عندوش الفرصة ان يتدبر ما يحدث في بلادنا في منطقتنا، يقول هم كده ليه بيموتوا بعض، ليه هم بيعملوا كده، ليه هم بيهدوا بلادهم، ليه؟ لا، ده هو الحكاية ان هم حاولوا يغيروا، بس هم ما كانواش يعرفوا ان لما يجي يغيروا بيعملوا فراغ ضخم، فراغ كبير. الفراغ ده لا يملأ الا بالاشرار، لا يملأ الا بالاشرار. حتى لو كان الحكام اللي قبل كده مش جيدين، ايوه ما حدش هيقول لكم الكلمه دي خالص، اوعوا من الشعارات والكلام المعسول الذي يقضي بكم الى الضياع. اشتغلوا، اصبروا، تحملوا، قاسوا، عانوا زي ما انتوا عايزين، بس ما تعانوش في الخراب، ما تعانوش بالخراب.
يعني قاسوا زي ما انتم عايزين باللي انتم بالواقع اللي مش عاجبكم، انما ما تعانوش بان انتم تدمروا بلادكم لانها لن تعود. البلاد اللي راحت، الاخت اللي اتكلمت من باكستان، الوزيرة الفاضلة اهلا وسهلا بيكي، احنا بنتكلم على دولة جنب منكم بقالها 50 سنة لم تعود. لم تعود. كم مليون ماتوا في افغانستان؟ كم مليون ماتوا في العراق؟ كم مليون ماتوا في سوريا وليبيا والدول التانية؟ مين يدفع الثمن ده؟ انتوا اتكلمتوا عن فترة ما قبل الحرب الباردة او فترة الحرب الباردة، طب ما هي ده معناه ان ادوات الصراع اتغيرت بعد ما كانت او بعد ما اصبحت الحرب المباشرة مكلفة جدا جدا ويعني تبعاتها خطيرة الى حروب بشكل جديد، تدمير الدول بشكل مختلف. طب برضو حد يقول لي انت الرئيس المصري يتكلم كده؟ ايوه يا جماعة، لان احنا بنتكلم على انقاذ اوطان وانقاذ ملايين. اذا كنا احنا بنحترم الانسانية بجد وبنقول ان احنا بشر حقيقيين، طب ما تقولوا الحقيقة للناس وتفهمهم حكايتهم ايه، عشان تبقى احنا عندنا انسانية بجد، مش بندعي الانسانية يعني، عشان نبقى عندنا انسانية بجد لا ندعي الانسانية. فاللي انا عايز اقوله، انا قلت ان احنا هنتكلم على فترة ما قبل، فترة ما بعد بقى تكلم وتحدث بلا حرج. شوف، عايز تتكلم عن هدم مؤسسات الدولة، تكلم مؤسسة مؤسسة. عايز تتكلم عن قيم ومعايير الدولة الوطنية الضائعة، تكلم. عايز تتكلم عن القيم الأخلاقية والإنسانية التي ستهدر نتيجة الحالة اللي احنا بنتكلم عليها، اتكلم. قول لي مين يرجع لي ده؟ قول لي مين يرجع لي القيم الأخلاقية والإنسانية اللي كانت موجودة في مجتمع بعد ما يدخل في معسكرات اللاجئين لمدة 10 سنين؟ الطفل ده شاف ايه؟ الطفلة دي شافت ايه؟ الطفل ده اتعامل ازاي؟ الطفلة دي اتعاملت ازاي؟ انا عايز اقول للناس اللي بتسمعني كلها، انتم لا تقاوموا الارهاب فقط، انتم تجهزوا كيانات جديدة للارهاب. هذا الامر تغذية للارهاب، لان هذه العناصر، هذه البشر اللي انا بتكلم عليهم في الغالب برامج إعادة إعمارهم، زي ما اتقال من الدكتور ديمستورة، إعادة إعمار النفسي والإنساني، ده برنامج ضخم جدا نعمله لكم مليون. هم هيعمروا نفسهم الأول، أنا مش بقلل من الفكرة، لا ده حقيقي، لكن ولا هنبني البلد، ولا هنصلح الطرق، ولا هنعمل البنية الأساسية، ولا هنعمل لهم المدارس اللي اتكسرت، ولا هنجهز مستشفيات تعالجهم، ولا هنجهز لهم فرص عمل اللي هم كانوا اتخانقوا وطلعوا يتحركوا عشان عايزين يشتغلوا. لا ده ولا ده ولا ده. ودي مش نظرة يا عيسى، احنا في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وعي شعبها، بفضل وعي شعبها، انتبه انتبه للدرس بسرعة واستوعبه بجلاء. انا بقول كده والله ما بجابل المصريين، بدليل ان احنا في الاجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي اتعملت كانت من اقصى ما تم تنفيذه في تاريخ مصر الحديث، في تاريخ مصر الحديث. لو ما كانش المصريين استوعبوا وبقوا محرصين على بلدهم، كانوا اتحركوا وكانوا بيتحركوا على اقل من كده بكتير جدا عشان يغيروا. ارجع تاني اقول اعادة، بعد بقى النزاع ما ينتهي ونبتدي نعمل اعادة الاعمار، انت هتخش في اشكاليات كتير. عايز تعمل دستور عشان البناء الدستوري اللي اتحطم، فلما يجي تعمل الدستور
حسب بقى الوضع، انت كان في تدخل داخلي ولا اسف خارجي ولا لا، وفي مجموعه مصالح ولا لا وبتاع، ونقعد نتخانق في موضوع لجنه الدستور شهور طويله. يا ترى هيبقى عند الدوله والقائمين عليها ساعتها الاستيعاب ان اهميه خروج الدستور بعوار افضل من ان احنا نراوح مكاننا، نفضل في مكاننا وما نعملش دستور؟ انا بقول لا، نعمل دستور ويبقى فيه عوار احسن ما نعمل ما نعملش دستور ونقعد نتخانق. وهلما جرى بقى المؤسسات التنفيذيه التي لا تقبل العناصر اللي قامت بالصراع ان يبقى ليها دور، فتفقد الخبرات والكوادر التي يمكن ان تدير الدوله في الظروف الصعبه دي بكفاءه 50%، ونبتدي ندخل ناس ما عندهاش اي خبره ولا اي تاهيل لقياده الدوله اللي هي في امس الحاجه لخبراء ماهرين جدا لاعاده التاهيل واعاده البناء بعد التخريب والخراب اللي تم. فبعد كده تيجي بقى تتكلم للبناء الاقتصادي الذي تحطم، اللي هو في تقديري إشكالية الإشكاليات. الناس عايزة تعيش. طب أنا بقول لكل اللي بيسمعني، إحنا في مصر هنا، في مصر هنا بنستهلك بترول تقريبا في حدود 3.5 مليار دولار في الشهر. قول لي مين يجيبهم لمصر لما، مش كده ولا ايه؟ دولة الرئيس جنبي اهو بيقول لي اه الرقم مظبوط. يعني ما انت بتتكلم في حوالي 42 مليار دولار عشان تجيب بيهم وقود في بلدك. طب لما تخش في فوضى وخراب الناس هتعيش ازاي؟ خلي بالكم لكل الشباب اللي موجود بقى بره من المنطقة بتاعتنا او من خارج المنطقة، من فضلكم انتم كلكم وبما فيهم انا محتاجين نتعلم مقومات الدول والحفاظ عليها واستمرارها، لان في كتير من الناس اللي دارسه ودارسه كويس لما تحط الصوره الكليه للدوله تعرف ان التحدي هو من اكبر التحديات اللي الانسانيه كلها بتتنافس وتتصارع على استمراره. أنا ما طولتش عليكم، طولت، بس هل الموضوع يستحق؟ في تقديري يستحق. يستحق عشان حاجة واحدة بسجل أمام الله سبحانه وتعالى وأمام شعب مصر وأمام الضيوف اللي موجودين هنا وأمام كل من بيسمعني، إن الحفاظ عن الدول هو حق من حقوق الإنسان، حق من حقوق الإنسان. شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا سيادة الرئيس بكل المصداقية، يعني أثريت النقاش واستمتعنا بنقاط يعني تعقيبك على ما جرى في هذه الجلسة. أشكر السادة المتحدثين في الجلسة الذين يعني أسهموا بشكل واضح في رؤية أوضح لشباب اليوم، شباب المستقبل، للنظر بتعمق بنظرة أكثر عمقا لقضايا المنطقة في الشرق الأوسط. أشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وكما بدأناها السلام عليكم من أرض السلام.